عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد، معكم إيمي من قناة إيمي وهنونة. إن شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه عن الجمبري، هنتكلم عن أنواع الجمبري وكمان أحجامه وأسعاره. عايزة أقول لكم إن الجمبري اللي قدامنا ده يعني إيه، ما شاء الله جمبري سويسي أصلي، بس هو أنواع. إن شاء الله نتعرف على كل ده مع بعض في الفيديو. بس قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم باللايك والشير واشتراك في القناة اللي يشوف القناة أول مرة، ويلا بينا نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا. السلام عليكم. ازي حضرتك يا باشمهندس بهاء؟ الحمد لله تمام. عايزين نتعرف بقى على انواع الجمبري الجميله اللي موجوده عندك النهارده دي واسعارها. ده جمبري مشكل كده، بيجي زي ما انت شايف جمبري ابيض ما شاء الله، ابو ديل ازرق مشكل فاتح، في جمبري ازاز، في جمبري سويسي. عرفنا كده الفروقات، انا عن نفسي شايفاهم كلهم شبه بعض. يعني دول ثلاث اصناف مختلفين اهو. دول ثلاث اصناف مختلفين. ايه بقى انواعهم؟ ده صنف اهو. ده اسمه ايه؟ ده صنف. ده اسمه سويسي. ده سويسي. اسمه سويسي؟ بس بيقولوا عليه هنا في السويس عتيبي. عتيبي. مشهور ما بين السويسة وبياعين السمك والكلام ده باسم عتيبي. بس ده اسمه سويسي. يعني السويسي ده غير الازاز، مش معنى ان هو سويسي ان هو ازاز، ده اسمه بس. اسمه سويسي ومنشأه السويس، لان في سويسي نفس النوع ده يعني، بس مش من السويس. منين بقى؟ من دمياط. بحر ابيض. وبيسموه سويسي برضه. هو اسمه سويسي عشان هو اسمه سويسي، نوع سويسي. مش جاي من السويس. وفي منه نفس النوع ده موجود في اعلى البحر الاحمر، في برانيس وحلايب وشلاتين والحتت دي. يبقى نفس النوع ده بيبقى محمر شويه. مواصفاته ايه بقى السويسي ده عشان الواحد يعرفه؟ ابيض شويه. هو لونه بيبقى هو اللون ده. وديله ليه لون معين او حاجه؟ هو معظم جمبريات السويس بيبقى لونه ازرق. جميل قوي ان شاء الله. لونه كده. وبعدين الجمبريه اهي، بص ما شاء الله عينيها عامله ازاي. لا ما شاء الله. ده جمبري من البحر، مش شارب ميه ولا اي حاجه. ما بنحطلوش ميه، ده شغلنا معروف يعني الحمد لله. ما بنحطش ميه ولا تلج ولا الكلام ده. بنجيب الجمبري من الصياد. شايفين ما شاء الله الجمال، وبيعبوه كمان. دي الاطباق دي كيلو؟ كيلوهات؟ كيلو. كيلوهات. هو بيرص الطبق كده الجمبري في بعضه. ده انت بقى بترصه نوع واحد ولا من انواع؟ لا مشكل زي ما بيجي من الصياد كده. انا ممكن بس اعمله مقاسات، يعني ده مقاس. ده مقاس، ده اصغر شويه. ده اصغر. بس ده ببعضه برضه. ببعضه برضه. اللي هم الثلاث انواع اللي قلت لنا عليهم، ورينا قول لنا بقى النوعين التانيين كده. ده النوع التاني، ده اسمه ابو ديل ازرق، ازاز فاتح او ابيض او ابو ديل ازرق. ابو ديل ازرق. كل دي مسميات، هو مشهور بكده يعني، يبقى لونه ابيض وديله بيبقى برضه لونه ازرق. وده؟ الجمبري شكلها كده. وده؟ ده موجود منه برضه في البحر الاحمر، بس مش بجوده السويسي طبعا. تمام. ده الازاز بقى. هو ده الازاز السويسي. ده بقى. ده الازاز اللي شهرته عاليه. ده ازاز، انا بقول عليه ازاز حر. طب هل في الطعم بقى بيختلف؟ والله الثلاثه طعمهم قريب من بعض، بس احلاهم ده. الفسفور الاعلى في ده في الازاز، وده جميل جدا برضه، بس مش مشهور زي ده يعني. هو الازاز طبعا واخد شهره، واخده يعني، ده مشهور اكتر من ده. طيب الاسعار بقى، انا شايفه ان هم احجامهم متقاربه جدا جدا، اسعارهم مختلفه. الاحجام واحده، ما ده حجم انا ببيع بالحجم، انما النوع انا ببيعه مشكل. هو ازاز. يعني مش مشكله ايه النوع، لانه هم متقاربين. السويسي قليل جدا، اللي هو النوع ده يعني ادبي، ده قليل جدا. فانا ببيع اللي هو ازاز ابيض، ازاز حر. مع ازاز ده، مع بديل ازرق. بديل ازرق ده. سعره كام بقى الحجم اللي انت؟ ده 250. ده كده 250. بس طبعا ده. في اعتبار ان احنا دلوقتي برضو في الوقت مفيش جمبري، وفي اعتبار ان دي حاجه ما شاء الله لسه طالعه من البحر، ما شاء الله بتطبق على طول يعني. بص الجمبريه يعني لسه صاحيه، لو كنت جيت من ساعه الجمبري ده كان صاحي. ما شاء الله. الصياد صاحي. حاجة طبعا جميلة. مع اعتبار ان انا ما بحطوش في ميه ولا الكلام ده كله، الجمبري الكيلو ده ربع كيلو لما يتحط في الميه. لما يتحط في الميه بيزيد ربع كيلو. طبعا. كيلو ربع يبقى كيلو على كيلو. والحجم الصغير ده شويه، ده سعره كام؟ ده سعره 200. ده 200 اللي هو اصغر شويه. طب بقول لحضرتك يا باشمهندس بهاء، لو كل نوع لوحده بقى يعني ماشي؟ لو كل مش نوع لوحده هيبقى الازاز اغلى. الازاز اغلاهم. ده هيبقى اغلاهم. الازاز اغلاهم اللي هو في خط رمادي واضح شويه عنهم عن الباقي يعني. تايجر كده عن الباقي. في ناس بتسميه مشهور باسم التايجر. طيب انا بشوف ساعات جمبري بيبقى مهري، ده بيبقى نتيجه ايه؟ نتيجه ونعرفه ازاي؟ قعد بات كتير قوي في الميه والتلج كذا يوم. الميه والتلج. وممكن يبقى جاي اصلا من البحر، قعد كذا يوم في المركب اللي صيداه وما اتلجش صح.
ما تخزنش صح يعني. تخزنش صح. اللي استخدموا ما خزنوش صح. شايفين ما شاء الله الحجم الكبير ده بقى عامل كام؟ ده حجم ثالث بس انت بقى كام حبايه؟ قبل ما ده 25 حبه 20 25 يعني في الغالب بيبقى 23. هو كاتب انت كاتب عليه برضو 24 مكتوب عليه 20 25 ما شاء الله. ده برضو منه فيه منه بعضه يعني كله في بعض برضو. وهنا بنعمل كبير في صغير يعني بنرص الطبق كده كبير مع صغير مع وسط ما بنعملش وش كبير يعني هو كله مع بعض. ما شاء الله حاجة جميلة جدا. ده الحجم الكبير ده عامل كم؟ الحجم الكبير ده يعمل 400-375 لسه ما حددتش سعره لما اشوف الكميات بس هتطلع معايا ازاي بس انت على حسب الكمية ما بيقلش عن 375 و 400 جنيه. لا ما شاء الله حاجة جميلة. الحاجات دي بقى طلبيات بتوديها لمين؟ بالتليفون؟ عندي زباين عندي عملاء عندي عملاء وعندي صفحة بتاعتي اسمها صفحة أسماك السويس. ويريت حضرتك تقول لنا رقم التليفون تاني. رقم تليفوني 011-50-80-122-8 ده اللي عليه الوصف. ولو حد عمل سيرش بالرقم التاني اللي هو 010-8-37-247 هيجيله الصفحة بتاعتي اللي هي أسماك السويس أو الأكونت الشخصي بتاعي واللي هو من خلاله يوصل للصفحة. طب بقول لحضرتك آخر سؤال أسأله لك، الجمبري ده بتجيبه من العنبك ولا منين؟ لا ده مش بتاع العنبك. ده مش بتاع العنبك؟ لا بتاع العنبك بيبقى اصغر من كده في الحجم. بيبقى في نوع اسمه خشابي قليل نادر جدا لما يخش الانواع دي في العنبك. يعني الحاجات دي اصلا مش موجوده في العنبك ده انت جايبها من البحر. موجوده بس قليله. في نوع اسمه خشابي اللي هو الطاغي في العنبك ممكن اوريه لك لو موجود منه واحده هنا كده خشبه. جمبري صافي ده ايه بتاع العنبك ده اسمه خشابي. ده اسمه خشابي ده الطاغي في العنبك هو اسمه خشابي هو اسمه كده. ده شكله مختلف عن ده ولا ايه؟ ده خشن اصلا عشان كده اسمه خشابي. فعلا دي ناعمه ملمسها ناعم ودي خشنه هو عشان كده العنبك. ايوه حتى في العنبك ما بيوصلش الاحجام دي برده اصغر هو اصغر من كده. لا جميل ما شاء الله الانواع اللي عندك. هل الجمبري ده مبطرخ؟ في منه مبطرخ اللي فيه حاجه دي مبطرخه اهي وريها لي كده اعرف ازاي الخشابي دي الخشابي دي مبطرخه ودي مبطرخه اهي وريها لي كده بعرفها ازاي خط اصفر اهو كل ده بطروح من اول الراس اهو وده لغايه الديل وده دي تقريبا ما بطرفه برضه بس دي اللي باين عليها قوي صحيح. بصوا ده كده شفتها شفافه فباين عليها بيبان في الازاز قوي كمان بيبان في الازاز. جميل قوي الجمبري المبطرخ ده هي دي مبطرخه دي مبطرخه الله الله عايزه ستاك النيه. انا من عشاق البطروخ يعني في اي حاجه يعني البطروخ من اول راسها لغايه ديلها شايفين الجمال حاجه كده فظيعه يعني. لا بجد يا باشمهندس بهاء الحاجه دايما عندك فعلا فريش ما بتجيبش انت الا الحاجه الفريش وحاجتك الصراحه جودتها عاليه وعشان كده ده بيشجعني ان انا اصور مره واثنين وثلاثه عندك يعني. ربنا يكرمك ويكرم اللي شغالين معاك كمان تسلم ايديهم وبنشكر حضرتك جدا وبشكركم جدا لمتابعتكم للفيديو واتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتراك في القناه اللي يشوف قناتي اول مره واشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وتعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.